حالكوا؟ الحمد لله. مبسوطين كتير ولا شوية؟ قديش يعني؟ طيب مشروع الدراما كتير أفادني كمعلمة في مهنتي التدريس مع هدول الأطفال. من خلال تمارين الدراما اللي أنا اكتسبتها من المشروع فادتني كتير إني أعطي الطلاب خلينا بطريقة أو بأخرى إنه يعبروا عن مشاعرهم. أنا زعلانة، هذه كلياتها اسمها مشاعرنا. نميت قدرات كتيرة كتير عند الأطفال من ناحية اللغة، من ناحية التعبير عن النفس، من ناحية تعديل السلوك للطفل. كمان في نقطة كتير كتير مهمة وكتير فادتني إنه الطفل قدر يعبر عن مشاعره. حلو حلو كتير. هلا بنتقل برجلي هاي. أعصب خدادة، ورجينا كيف غضبان. هلا اللعبة بدنا نلعبها، انا بحكي اسم وسيلة المواصلات لان انا تطورت مع الاطفال، اهلي صاروا يقدموا الشكر، ارتقيت كثير بعملي، طورني بمهنتي، هذا الاشي اعطاني روح ايجابية كثير كثير لإلي واعطاني شخصية اقوى بكثير. اللعب مش مقتصر للطفل، كل انسان كبير صغير اي شخص مسؤول مش مسؤول بحاجة لانه يلعب، لانه يفرغ، لانه يعطينا الطاقة الايجابية اللي تخلينا نستعد للحياة اكثر، نستقبل يوم جديد، نستقبل حياة جديدة، المشكلة البسيطة اللي بتواجهنا ممكن انه نحولها للعبة وضحكة من طريق لعبة دراما بسيطة. هاي التدريبات بتعطي للطفل ثقة بالنفس، كمان التعبير عن ما بدور بداخل الطفل عن طريق اللعب. احيانا انت ما بتكتشف هذا الاشي في داخله الا عن طريق اللعب. اما الدراما بتنمي شخصيته، بتقويها، بتخلي الطفل يقدر يعبر عن نفسه بقوة في اثناء اللعب. لما نعطيهم فرصة للعب بيستوعبوا الدراسة اللي احنا بدنا نوصل لهم اياها، الحرف، العدد، عن طريق اللعب. عرفنا العدد 7 فوق عشان يقوى ايدينا، يقوى عضلات ايدينا. يلا فريز. تسنيم كانت شخصيتها منطويه، يعني لا بتحب روضه، لا كمان كانت في حالها، يعني لا تحب تلعب مع اخوتها ولا شيء. فهي بعد شهر تقريبا من جيتها على الروضه صارت يعني تحب تشارك اخوتها باللعب. الروضه كثير نمت شخصيتها في الروضه، كثير كانت عدوانيه، تحب تضرب، تحب هذا، بطلت بشكل يعني صارت بتحب انها تلعب هذا، انها تلعب العاب مش عدوانيه، العاب للبنات، شيء هيك قصص، يعني تقعد تحكي قصص. انا اكثر شيء يعني انبسطت عليها انها صارت هدوء عندها. المستوى الاكاديمي دائما مرتبط بالشيء اسمه الصحه النفسيه. هلا طول ما هاي الالعاب اللي دراما، هلا هو انه دخلنا الدراما في هاي المجال وخضعنا لحد التدريبات، فهي ساعدتنا احنا كمنشطين على الجانب الشخصي. فما بالك يعني انه لما بنتعامل مع طلاب. هلا الصحه النفسيه كثير مهمه خصوصا للكبار وللصغار، بس خصوصا للاطفال اكثر، خصوصا في التحصيل الاكاديمي اللي هم بيعملوا. هلا كل ما كان الطفل هو مرتاح نفسيا كل ما كان تحصيله الاكاديمي اكثر اعلى. كنت قبل ما كنتش احكي كثير، بس صرت احكي اكثر مع اخواتي في البيت ومعلماتي كمان بحبوني وانا بحبهم وبيساعدوني في الاشياء اللي انا بعرفهمش وبيفهموني اللي بفهمهمش. حركه. مرحبا، شو الاخبار؟ مبسوطين؟ جاهزين لتمارين اليوم؟ يلا بنمشي شويه، يلا نمر شويه حركه ونشاط، نمشي شوي شوي بالقاعه. يلا 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 بدنا نمشي، يلا نمشي. انا اخذت دوره دراما ومسرح في مسرح نعم للمستقبل لمده 3 شهور. هاي الدوره فادتنا كثير في انه كيف احنا نتعامل مع الاطفال بالدراما والسرد القصصي والالعاب اللي احنا بنطبقها مع الاطفال من خلال هذا البرنامج. وعرفنا كيف ندخل لشخصيه كل طفل من هذول الاطفال، لانه احنا دمجنا بالبرنامج اطفال صحه نفسيه سليمه مع اطفال ذوي احتياجات خاصه واطفال عندهم ضغط نفسي بفعل الظروف اللي بمر فيها الطفل من خلال مراحل حياته. مش شرط انه في بيئته، ممكن في المجتمع ككل، مش شرط البيئه، مش ممكن الاحتلال، ممكن انفصال الاب عن والام عن بعضهم، فهذا كله بأثر على نفسيه وسلوك الطفل. صباح الخير. صباح الخير. 100 100 يا شباب، 100. المدرسة هي صارت جريئة ترفع إصبعها وتحكي. بالأول بقى تضلها تبكي، بديش أروح على المدرسة،
وبديش أعمل وبديش أسوي وبديش أكتب. حالياً تنشطت صارت جريئة وشطورة ونمت ذكائها بزيادة. يعني بدنا نلعب لعبة لا شو عكس لا ولا أنا أولادي كانوا وضعهم بالمدرسة زي ما أقول لك متوسط حتى مقبول. هالإتيكا لما صار يجي هوني على الدراما مع ورشة العمل ورشة الأطفال ينبسطوا ينخرطوا مع الأطفال اتحسنوا صاروا يقرأوا ويكتبوا. بدنا ندب بالونات بعض بدنا ندب بالونات بعض. لا شك إنه الدراما بتلعب دور كبير في إعادة توجيه الفرد وإعادة تقييم هذا الفرد أو الشخص وإعادة تكيفه وتوافقه النفسي والاجتماعي مع البيئة والمحيط اللي بعيش فيه. الدراما بتنمي مهارات اجتماعية وبتعزز الـ يعني الـ الأشياء اللي مش موجودة عند الشخص أو اللي بصعب عليه إنه يعبر عنها بطريقة واقعية. فمن خلال التمثيل أو تقمص الدور أو تقمص الشخصية بيحاول يعني يكشف أو يعني بيظهر له وين مكمن الضعف الموجود عند هذا الشخص. يلا 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 يا رغد. أنا كمدير للتربية والتعليم أنا مقتنع ومؤمن بأن الدراما هي الأسلوب الفعال والوسيلة الوحيدة التي تساعد في عملية التعلم وهي الوسيلة التي تكسب الطالب المفاهيم والمهارات الأساسية سواء على مستوى المدرسي أو في حياته اليومية أو الحياة العامة. الاستراتيجية التعلم بالعمل والتعلم باللعب نكون قد جسدنا للدراما بكل معانيها وتفاصيلها وأبعادها ودقائقها وجزئياتها. وحقيقة فإن نسبة كبيرة من مدارسنا أدخلت الدراما إلى مدارسها وأصبحت تستخدم في عملية التعلم وخاصة في المدارس الأساسية الدنيا. عندما نتحدث عن أن الطالب يتعلم من خلال أشياء محسوسي ومادية ومحسوسي وملموسي من خلال العمل من خلال اللعب فإن هذا ينمي مهارات التعلم وينمي مهارات الاستيعاب يستوعب الطالب المعلومة بسرعة أكبر بكثير يتم تخزين المعلومة لفترة أطول. هنا الطالب أو المدرسة تصبح صديقة للطفل وجاذبة. طبقنا الدراما في كل المدارس المحاذية للجدار وأعتقد أنه هذا جانب وطني بامتياز أنه إحنا طلابنا في هذه المناطق وخاصة المحاذية للجدار والذين ينظرون إلى الجدار صباح مساء ويتعايشون معه وينظرون إلى المستوطنين باعتداءاتهم وعبثهم وإلى قوات الاحتلال وهي تمارس شتى صنوف الاعتداء والأذى والقهر ضد أبنائنا. أعتقد أنه إدخال الدراما في هذه المدارس يساعد على التخلص من الكبت النفسي ويعمل على تفريغ الطالب نفسيا. نقرأ الأخلاق فلسطين الأسد تفاحة مدرسة الجمل. صحيحة أدوني حسنة صحيحة حيث. أنا جربت التقليدية وجربت الدراما بعد ما أخذت دورة الدراما يعني تفاعلهم أكثر استيعابهم أكثر للمادة. عندي في طريقة التقليدية كانوا يعني استوعبوا المادة وبعدها ينسوها في الدراما يظلوا متذكرينها خاص بتذكروا الموقف اللي عملنا فيه يعني زي أسماء أقسام الكلام أسماء أفعال يعني رحين تذكروا الموقف يعني في نتيجة كان في الدراما والألعاب. لا لا إنه لا يوجد في بطنها ذهب. صرت أفهم أكثر الدرس طلت أنسى الدرس حتى يعني كل بنات الصف كلنا صرنا نحفظ الدرس وصرنا نفهمه أكثر وصارت شخصيتي أقوى وصرت يعني هيك أشطر بطلت أخاف من كتير يعني من الناس صرت أكثر عبر عن رأيي أكثر يعني أكثر كتير كتير كتير. ماذا استفدنا من هاي القصة؟ أعطيكم العافية صباح الخير يا حلوين. كيف حالكم؟ مبسوطين اليوم؟ هذه الأنشطة هي بعظمها هي أنشطة تفاعلية أنشطة بتكون بدها يكون فيها نوع من التفاعل مع الطلاب بين أنفسهم تبادل الخبرة البسيطة بين الطلاب هنا بتأدي يعني هي
الى نوع من التفاعل اكثر باكثر فاكثر في هذا الموضوع. كمان مره انا سبقتك الان شو الفواكه اللي بتحبها؟ انا بحيي هاي النشاطات وبعتبرها هي مرافقه وللبعد الاكاديمي. فاحنا الان في الحمد لله في مدارس كريسي هناك نشاطات لا منهجيه في الثلاث مدارس، ومن خلال متابعاتنا باكد يعني على انه هذا موضوع مهم وفي غايه الاهميه للثبات والقدره على التعبير عن النفس لدى الطلاب. واحنا بنحيي هاي المشاريع وبنطالب بتعزيزها والابقاء عليها وتطويرها. هاي الأنشطة ساعدتني على التركيز والتفاعل مع الآخرين. لما أطبق هذه الأنشطة بشعر بالفرح، إني أتعرف على أصدقاء صفي، معهم أحكي معهم نشاط، وكمان أظن أحكي معهم ونلعب مع بعض. يلا يعني صرتوا كوكتيل أنتوا هالحين، موز وتفاح وفراولة، صرتوا كوكتيل. يعطيكم العافية. إحنا بدنا نعكس كيف الدراما بتنمي شخصية الطفل أو الطالب وبتدعم الثقافة عنده. الجانب الأكاديمي أنا يعني لاحظت شغلة، إنه الطالب بحاجة لإنه حدا يسمعه، بحاجة إنه يشترك مع زملاء. وفي طلاب خجولين، في طلاب بيكونوا هايبين، عارف السؤال أو إجابة السؤال أو عارف اللي يعني اللي في الكتب، عنده ما هو في الكتب بس بده يعبر فيه. هاي الأنشطة اللي زي هيك اللامنهجية بتساعد الطالب على إنه يعرف شو بده، وين هو واقف، بعدين بتخلصه من خجله، بتخلص من خوفه، بس يقول إذا فعلا إني أنا موجود. إذا أنا مدام بقدر أمارس النشاط هذا مع الطلاب، معناته أنا بقدر أعيش حصة أو على الناحية الأكاديمية أصير أنجز، معناته أنا بدي أكون موجود، بدي أثبت نفسي. إذا أنا بقدر أثبت نفسي في الأنشطة، معناته أنا بدي أقدر أثبت نفسي في حصص ثانية. بدي تكون كلماتك ملهاش أول ولا آخر. زين زين، تفضل أنت، شو اسمك؟ إبراهيم. أثرت على شخصيتي أمام الطلاب، أعطتني ثقة بحالي أكثر، أثرت على تحصيلي الأكاديمي. الألعاب والنشاطات اللي عملناها اليوم بتحفزني إني أجي على المدرسة وأحب المدرسة وأطلع كل القدرات اللي عندي مشان أتقدم في المعرفة العلمية. الأنشطة اللامنهجية هي بتساعد على تطوير الطالب، بعدين تدعم شخصية الطالب نفسيا، بعدين آخر شغلة اللي هي المهمة تكسر جمود الحصة. يعني أنا حتى لما أستخدمها مش بس في حصة إرشاد، لما أستخدمها في حصة لغة عربية أو في حصة رياضيات في بداية الحصة أو في نهاية الحصة، يعني عندنا تمارين إنهاء أو عندنا أنشطة إنهاء، عندنا أنشطة إحماء، لما أستخدمهم بقدر أنا أخلق من الحصة جو اللي يبعد عن الجمود عن الملل. أنت عينة، أنت المرسل هو المستقبل، إذا كان المرسل بيرسل صح فالمستقبل بيسمع صح. طبعا هذا تستفيدوا فيها من الناحية العلمية على مدى التركيز أثناء الحصة. إذا كنت مركز أثناء الحصة شو بيشرح الأستاذ، شو بيحكي الأستاذ، بتجاوب بشكل صح. ممارسة أنشطة الدراما بالتدريس بتساعد على عمل تفريغ نفسي عند الطلاب، لا سيما إحنا في منطقة تماس في وسط البلد القديمة مع قوات الاحتلال. إحنا ممكن نستخدم الدراما في عملنا مع الأطفال على جانب النمائي، مثل إحنا لما نشتغل مع المراهقين على جانب النمو والتطور، ممكن ندخل الدراما والألعاب الدرامية بهاي الخطة أو بهذا العمل. تمارين الدراما بتخليه يشعر أكثر بتواصل مع الطلاب الآخرين، وكمان تواصل مع المدرسة نفسها، تواصل مع المعلمات، لأنه أحياناً إحنا ممكن نشارك المعلمات في تمارين الدراما.